بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة ألف شكر للدكتور هيثم الخطيب على الدعوة الكريمة ووصى أساتذتي وأستاذ الدكتور أيناس الكريم رئيس المؤتمر. إن شاء الله المحاضرة النهاردة هتكون عن الأكاليزيا. الديفينيشن إز برايمري أوستوفاجيال موتيليتي ديس أوردر إن ويتش بيكون إنسفشنت ريلاكسيشن أوف لور أوستوفاجيال سفنكتر أند أبسنت بريستاليسيز إن ريسبونس تو سوالو. بيكون معايا هايبرتونيك ال إي إس إن 50% أوف بيشنت بس نوت دايجنوستيك. اول حاجه الكرنت نيم اوف ذيس ديزيز بيزد اون جيرك تيرم اوف اي ميسنج اكاليزيا ريلاكسيشن. اول عالم كان 1674 مستر توماس وصفها از كاردو سباز. ات اوكيرز ايكوال ان مين اند وومن. البيك انسيدنس اوكيرز بتوين 30 اند 60 ييرز ايج. الباثوفيسيولوجي اكاليزيا از انكيورابل ديزيز اند اندرلايننج ايتيولوجي ريمينز ان نون. Primary etiology of achalasia is believed to selective loss of inhibitory neuron in the distal esophagus and LES اللي بيطلع vasoactive intestinal peptide and nitric oxide with an opposite excitatory activity of acetylcholine which cause failure of LES relaxation and disruption of esophageal peristalsis. الكلينيكال بيكشر بتاعتي بتكون اهم حاجه فيهم سلولي بروجريسيف ديسفيجيا وبتكون لونج ديوريشن فور بوث سوليد اند ليكويد. اذر سيمتومز ار ريجورجيتيشن هارت بيرن نون كاردك شيست بين ايبيجاستريك بين ودونوفيجيا اند ويت لوس. الهارت بيرن بيكون موجود مش في مريض الجرد بس، ممكن يكون موجود في مريض الاكاليزيا في 27 ل 42% اوف بيشن اند فريكوينتلي انيشال ميس دايجنوز از هافينج جرد اند ار تريتد ويز بي بي اي. American College of Gastroenterology recommends that patients who are initially suspected of having GERD but not responding to acid suppressive therapy should be evaluated for achalasia. دايما نقول احنا الاسوفاجيال سيمتومز دايما بتشارك مع الشيست، فممكن يكون معايا respiratory symptoms as cough, aspiration, hoarseness of voice, wheezing او sore throat او dyspnea. Diagnostic test دايما بستعمل ثلاثه مع بعض استابليش فور دايجنوز اوف اكاليزيا، اندوسكوبي والباريوم والاستوفاجيال مانومتري. الباريوم ممكن في الايرلي اكاليزيا يشوف ريتينشن اوف باريوم اباف جاسترو استوفاجيال جانكشن ان مي ات تايم مي بي مس دايجنوز از ريفلكس ريليتد ستريكشر او كومبليتلي مسد. امريكان كوليج جاسترونتروزي ريكومند ذات هاي ريزوليوشن مانومتري تو دايجنوز اكاليزيا ان بيشن وذ سسبكتد اكاليزيا. طيب لو الهاي ريزوليوشن مانومتري از ان افاليبل ممكن اعتمد على الباريوم، وممكن اعتمد على الباريوم لو الريزلت بتاعت المانومتري ار ايكويفوكال اور نوت كلاسيك. التايم باريوم اوسوفوجرام ده بستخدمه في الدايجنوزز اند اولسو هيلب جايد بوست ثيرابي سكسس. بشوف الباريوم كولوم هايت ات 1 تو 5 مينيت افتر انجيشن اوف لارج باريوم بولس. Determine rate retention of barium and rate of embedding. Normal يحصل complete embedding within 1 minute. لكن embedding esophageal embedding take more than 5 minutes subject of achalasia. دايما البريم احنا دايما معتمد على البريم الستاندر عشان بيوظف لي الشكل اللي من تحت دايما اللي بنقول عليه بيرد بيك ساين او رات تيل ساين. لكن التايم باريوم اسوفوجرام ده انا بعمله في تايم 1 و 2 5 مينيت وبشوف اللينس بتاع الكولوم بتوين الجاسترو استوفاجيال جانكشن والهايت بتاع الباريوم وبقيسه وبشوف الويتس. المفروض يحصل كومبليت امبيدنج للباريوم 5 مينيت، اكتر من 5 مينيت سبجكتيف اوف اكاليزيا. الاندوسكوبي، الاندوسكوبي دايما انا بشوف فيه الكلاسيك ساين ان مودريت تو سيفير اكاليزيا، لكن لو كانت ايرلي اكاليزيا او تايب 1 اكاليزيا بيبقى ميلي مس دايجنوزد. والفايندنج اللي ممكن الاقيها ممكن تكون نورمال فايندنج ان 30 اوف بيشنت باسج اوف كارديا اجينست سوفت ريزيستنت فود بارتيكل دايليتد اسوفيجاس اند كانتيديزز. وانس لقيت كانتيديزز افكر في العيان اميونو كومبرومايزد، ما لقيتش المريض اميونو كومبرومايزد افكر في الاكاليزيا. الامريكان كوليج سجكت اندوسكوبي ان اول بيشنت وذ سيمتوم سجكتيف اوف اكاليزيا تو اكسكلود اذر ديزيز اكسكلود سودو اكاليزيا اور اذر ميكانيكال اوبستراكشن. اندوسكوبي بستعمله after therapy who have recurrence of symptoms to assess for reflux or reflux related structure versus recurrence of achalasia. لكن زي معظم الاندوسكوبيست او معظم الدكاتره الامريكان subject against making diagnosis of achalasia بعتمد على الاندوسكوبي فقط.
السي تي والاندوسكوبي استعملهم او اي او اس اندوسكوبيك الترا ساوند استعملهم في حالات سسبكتد اوف مالجننت سودو اكاليزيا. امتى افكر العيان دوتي في مالجننت سودو اكاليزيا؟ لو اولد ايج اكتر من 55 years old, duration of symptoms اقل من 12 months, weight loss, severe difficult passing of LES with scope, لو لقيت فيه mediastinal lymphadenopathy او لو لقيت فيه metastasis. هذه الحالات ممكن يكون فيها submucosal growing of adenocarcinoma of the cardia او local advanced pancreatic cancer او submucosal metastasis او a part of paraneoplastic syndrome وبالذات مع small cell lung carcinoma. In early stage cancer of gastroesophageal junction grows in the esophageal wall leaving the mucosa intact. الإيوس في هذه الحالات بيكون very specific زي صورة الإيوس اللي قدامي اللير بتوع الاسوفيجاس اللير 5 لير. لما اشوف السيكنس بتاع الاسوفيجاال الاول بيكون 10 ملي بيكون في سيكنينج وبالذات في الماسكولار لير. الهاي ريزوليوشن مانومتري الهاي ريزوليوشن مانومتري از ذا ستاندرد كارنت ستاندرد تيست فور دايجنوزيس اوف اكاليزيا وبستعمل معاها الشيكاغو كلاسيفيكيشن فيرجن 4. هما كانوا 3 فيرجن اخر فيرجن 4 دي بيديني مور انفورميشن بوث بروجنوزز اند تريتمنت شوز. دي جهاز المانومتري وده جهاز الشكل اللي بيكون معايا عباره عن بريشر. البريشر معايا بيظهر في الوان اول لون من تحت بيكون الازرق لغايه ما اطلع اصفر اخضر احمر. اول حاجه ما بيحصل سوالون يحصل ريلاكسيشن اوف الابر اسوفجيال سفنكتر اول تلت فوق اللي هو السكليتال ماسل بتاعت الاسوفيجاس في ترانزيشنال زون وبيحصل فورورد بروجريشن للاسوفجيال بريستاليسيس بيحصل ريلاكسيشن للاور اسوفجيال سفنكتر. الديوريشن بتوين ريلاكسيشن اوف ابر اسوفجيال سفنكتر وريلاكسيشن بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر دي بتكون حوالي من 4-6 سكند. دي شيكاغو كلاسيفيكيشن فيرجن 4 بتاع الموتيليتي ديس اوردر اوف اكاليزيا بيتقسموا لاثنين disorder of gastroesophageal junction outflow و peristalsis. بعمل للعيان التست بتاعي عبارة عن 10 سوالو بتبقى كل سوالو 5 ملي بعمله في برايمري بوزيشن ممكن اعمله للعيان سوباين او العيان ابرايت بوزيشن وبشوف دايما الريلاكسيشن بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر بعتمد على الاي ار بي انتجريتد ريلاكسيشن بريشر. لو لقيته عالي يبقى انا دلوقتي هفكر في disorder بتاع gastric outlet obstruction وبشوف بعد كده ممكن يطلع type 1 اكاليزيا type 2 type 3. طيب لو العيان بقى inconclusive او العيان بيكون معايا with swallow in secondary position ولقيت ال LES IRB بتاعه عالي فممكن افكر في variant اكاليزيا او احنا بنسميها دلوقتي type 4 اكاليزيا اللي هي gastroesophageal junction outflow obstruction. هناخدهم بالتفصيل في المانومتر بتاعتهم. الدياجنوزيس اوف اكاليزيا ريكواير نوت اونلي امبيرد جاستروسوفجيال جانكشن ريلاكسيشن بات اولسو ابسنت اور ابنورمال بلستاسيس وبالتالي الهاي ريزوليوشن فيها فايده كبيره جدا بتشوف البريشر بتاع ال اي اس والكونتراكتيليتي بتاعته السوفجيال بادي. انا دلوقتي بستعمل هاي ريزوليوشن مانومتري عباره عن كاسيتر فيها 21 سنسور بريشر سنسوم سبيس ات 1 سنتي انترفال. الاكاليزيا بتتقسم 3 تايب تايب 1 تايب 2 تايب 3. تايب 1 سكند موست كومن تايب من 20-40% اوف كيس اللي هي كلاسيك اكاليزيا. تايب 2 موست كومن من 50-70% اوف كيس. تايب 3 يعني اكتر حاجه بنقلق منها الحمد لله ليست كومن 5% اوف كيس. الامريكان كوليج اوف جاسترونتولوجي الكلاسيفيكيشن اوف اكاليزيا باي شيكاغو كلاسيفيكيشن بيديني انفورميشن اباوت بروجنوزس اند تريتمنت تشويز بيكوز تايب 1 تايب 2 هاز فيري جود اوت كم بصرف النظر عن التريتمنت اللي استعمله للعيان. لكن تايب 3 وانس دايجنوز يبقى انا دلوقتي هستعمل يا اكستنسيف مايوتومي او بويم. ده الشكل بتاع المانومتري. الشكل الاولاني فوق بيكون تايب 1 عرفت ازاي ان هو تايب 1. اول حاجه بيحصل ريلاكسيشن مع السوالو الابر اسوفجيال سفنكتر ما يكونش فيه بيرستالسيس معايا وما بيحصلش ريلاكسيشن للور اسوفجيال سفنكتر ويكون الاي ار بي بتاعي اكتر من كات اوف بوينت اوف فاليو. كات اوف بوينت اوف فاليو دايما بتكون من 15-28 بتعتمد على الجهاز اللي انا بستعمله والفاليو. تايب 2 نفسها بالظبط
ريلاكسيشن للابر اسوفجيال سفنكتر، بس حصل معايا بان اسوفجيال بريشرايزيشن، يعني السوالو نفس اللون، ويحصل معايا فيلير اوف ال اي اس ريلاكسيشن، وحصل معايا الاي ار بي بتاعي اعلى من القط اوف فاليو. طيب 3 ودي موست كومن تايب، يعني شايف الموتيليتي بتفيد جدا في تايب 3 لحاجتين. العين دوت بيكون معاهم ديستال اسوفجيال اسباز في اكتر من 20%، ولما اجي اطلع التفريغ بتاعي لازم اقول للجراح او الاندوسكوبست اللي هيعمل البويم اللينس بتاع الاسباستيك سيجمنت كام، علشان يكون يعمل الميوتومي اعلى من اللينس بتاعه، علشان لو عمل اللينس اقل منه العين دوت مش هيستفيد، فبنسميه انكمبليت ميوتومي. طيب دايما زي اي حاجه في انكونكلوزيف دايجنوز اوف اكاليزيا، لو معايا الاكاليزيا معايا الاي ار بي ات ابر لومت اف نورمال، ممكن استعمل سبورتنج تيست زي التايم باريوم اوسوفوجرام او الفليب، مش موجود عندنا ولازم اخد بالي. طيب 3 اكاليزيا ممكن يكون المريض بياخد اوبيويد، يعني من ضمن الدراجز اللي ممكن تديني صوره طيب 3 اكاليزيا. انكونكلوزيف اكاليزيا معايا زي ما احنا شايفين مفيش بريستالسيز، بس الاي ار بي معايا ابر ليميت اوف نورمال، فمش هقدر اقول ان دي اكاليزيا شور، فلازم استعمل معايا الباريوم او الفليب اللي هو فانكشنال هيومن ايمجنج بروب. ديس اوردر اوف جاستروسوفجيال اوت فلو اللي هي اكاليزيا، واللي هي اكاليزيا تايب 4 بانواعهم الجاسترو اوتليت جاستر اسوفوجاستريك جانكشن اوبستراكشن كان بي مي برايمري او سكندري، والعينين دول بيكون فيهم سبونتينيوس ريزوليوشن اوف سيمتومز اوفر 6 مانثس. فانكشنال هيومن ايمجنج بروب هو مش موجود في مصر على ما اعتقد، بس انا دايما بستعمله في العيان دوت، بيديني البريشر ريليشن اند موتور فانكشن اوف ذا اسوفاجس، بيديني في شكل 3 دي. ممكن استعملها في العيان اللي كان نوت بي توليريت او كومبليت ستاندر مانومتري، ان انا ممكن اعمله اثناء الاندوسكوبي عكس المانومتري بعمله العيان كونشوس. بس فيرزر الصادي ار ريكوير دو تيترماين اف لاب كان نو كان ريبليس اور ريديوس هاي ريزوليوشن او الباريوم ان مانجمنت اوف اكاريزيا. كانسر سيرفيلانس الامريكان سبجكت اجينست روتين اندوسكوبك سيرفيلانس فور اوستوفاجال كانسر ان بيشنت ويز اكاريزيا. الميكانيزم بتاعه المالجنس اللي بتحصل في الاكاريزيا ريليتد تو بور اوستوفاجال امباتنج ويز ستيزس انفلاميشن ليدنج تو ديسبليزيا اند ديفلوبمنت اوف اوستوفاجال كارسينوما، والريسك بتاع الاوستوفاجال ادينوكارسينوما بيكون اقل من الريسك فور سكويمس سيل كارسينوما. التريتمنت الاكاريزيا حاجه اساسيه جدا، كرونيك ديزيز ويز اوت كيور اند كارنت تريتمنت اوبشن اور ار بالياتيف ان نيتشر، يبقى الجول بتاع السيرب بتاعي ريديوز السيمتومز امبروفنج اسوفجيال امباتنج بريفندنج فيرزر دايليتيشن اوف ذا اسوفاجس معايا فارماكولوجيكال واندوسكوبيك وسيرجيكال. الاورال فارماكولوجيكال سيرابي از ذا ليست افكتيف تريتمنت اوف اكاليزيا، ممكن استعمل فيها الكالسيوم شانل بلوكر زي النيفيديبين او النيتريت. الامريكان ريكومند ذات فارماكولوجيكال شود بي يوزد اونلي فور بيشنت ويز اكاليزيا هو ار نوت كانديديت فور نيمونيتك دايليتيشن لابروسكوبيك هيلر مايوتومي اور بويم اند هاف فيلد بوتكس انجكشن. البوتكس انجكشن واز ذا فيرست لاين ثيرابي فور بيشنت ويز اكاليزيا هو ار انفيت فور ثيرابي كومبيرد ويز اذر ليس افكتيف فارماكولوجيكال ثيرابي. البوتكس هو عباره عن بيكون ان هناك بيكون الاستايل سوستين هو بيكون انهبيتور ليه، وبالتالي يعمل ريلاكسيشن للاور اسوفجيال سفنكتر، بحقنه في الاربعه كوادرانت وبحقن 100 ملي انترناشونال يونت. الامريكان كوليج ريكومند ذات تريتمنت ويز بوتكس انجكشن داز سيجنيفيكانت افكت بيرفورمانس اور اوتكم اوف مايوتومي. نيمونيتك بالون دايليتيشن از افكتيف فور بيشن ويز اكاليزيا، بس لازم المريض يكون اولسو كانديديت فور سيرجري، يعني ممكن يكون معايا موست كومن كومبليكيشن اللي بتحصل البرفوريشن رغم ان الريت بتاعها من 0-10%. امتى اقول المريض بتاعي يستفيد من البالون دايليتيشن؟ لو اولدر ايج، لكن لو هو يونجر ايج بيبقى المصل عنده بتبقى مور سيك، فبالتالي مش هيستفيد. بتبقى في ميل لما يبقى نارو نون دايليت اسوفاجس وطيب تو اكاريزيا. الجيرد ممكن تحصل بعد 15-35%، وبالتالي بي بي اي ممكن استعمله في العيان افتر بالون دايليتيشن. السيرجيكال مايوتومي الامريكان كوليج ريكومند ذات مايوتومي ويز فاندوبليكيشن از سوبيرير تو مايوتومي ويز اوت فاندوبليكيشن عشان اقلل الكيرد، وكان دايما الريكومنديشن مفيش يعني لغايه دلوقتي ليس بروف ان ذا بيست ابروتش
نعمل anterior rap أو posterior rap. البويم أول مرة ظهرت في 2018 في 2008 في اليابان. ودي الموست كومن ان انا استعملها في تايب 2 اكاليزيا عشان تايب 3 اكاليزيا عشان بيبقى معاهم ديستال اوستوفاجيال اسباز، فممكن اعمل اللينس بتاع المايوتومي زي ما انا اللينس بتاعي. الوان بنفيت بتاعها ان انا ممكن المايوتومي اللينس بتاعي كان بي توليريت تو لينس اوف اسباستيك سيجمنت نوت ان هاي ريزوليوشن او ممكن اشوفه في ال يو اس. العيان الثاني سكرينينج البويم فور اروسيف جاستريتس اند باريت اوستوفيجاس اند بيشن ويز بويم شود بي ادفانس ذات لايف لونج اسيد سبريشن ويز بي بي اي مي بي بوتنشن. طبعا دي اقل حاجه جدا ممكن نشوفها استوفاجيال دايفرتيكولوم في العيان اللي بيكون فيهم لونج ستاندنج اكاليزيا. استوفاجكتومي انا بعملها في الاند ستيج اوف اكاليزيا، العيان بيبقى فيهم ميجا اوستوفيجاس بس يعني يكون سيرجيكال فيت فور ميجا اسوفيجاس. دي شكل الميجا اسوفيجاس، يعني الجراح لما بيشوف ابعت ميجا اسوفيجاس نصنج ان يعمل جراح ميجا اسوفيجاس. البوست ثيرابي ان انا طبعا بعد ما عالجت العيان بالثيرابي احكم عليه ازاي؟ احكم عليه بالسكور اسكر سكور عباره اربعه كومبوننت ديسفيجيا ريجارجيتيشن شيست بين ويت لوس من 0 1 2 3 والسكور بتاعي من 0 ل 12. لما يبقى الفاليو بتاعتي جريد زان 3 يبقى العين دوتي نوت سكسس. الكومن موست كومن كوز اوف ان سكسس ان انا بكون انكمبليت مايوتومي او لو العيان فيه تايت اكسسيف تايت فاندوبليكيشن بوست مايوتومي او لو العيان دوت فيه ريفلكس جاستروسوفاجيال ريفلكس. طيب بوست فيلد انيشال ثيرابي الامريكان ريكومند ذات النيموناتيك دايليتيشن ممكن استعملها في العيان لو عامل قبل كده مايوتومي او بويم. استعمل البويم لو العيان قبل كده كان عامل نيموناتيك بالون دايليتيشن او هيلر. الهيلر شو هو كانت اخر حاجه كانت اوبر جيرد. شكرا.